شب الأسمر جنني سالتني وإلك عين؟ وإلك عين؟ وإلك دينتين كمان، ما بدك الهزمة مير؟ خلينا نكون مع ميلاد لأنه ما بدها هالقد. صباح الخير ميلاد. الحمد لله وانت؟ ماشي الحال. اليوم رح نحكي عن موضوع طرحته كمان على الفيسبوك لحتى المجاهدين كمان يتشاركوا معك على الفيسبوك، شو هو الدليل انكم بتحبوا حالكم؟ بدنا نقول لهم انه كل اللي حابين يتصلوا فيه كمان مباشره كمان على الهواء ميلاده موجود معنا لحتى يتناقش معكم بهالموضوع. رح ناخذ اتصالاتهم ان كان الهاتفيه، وكمان صاروا بيعرفوا انه السكايب عبر السكايب كمان في الاكونت الخاص بعالم الصباح، كمان فيهم يتواصلوا معنا ويتصلوا فينا، وبناخذ اتصالاتهم كمان الهاتفيه. رح تقطع الارقام على الشاشه. غيدا، كيف شو في عندنا دليل انه بنحب حالنا؟ نحن كثير لما حدا بيسالنا انت اذا انا سالتك بتحبي حالك بسرعه بنقول ايه بحب حالي، بس مرات بينقصنا الدليل لنعرف والمعايير لنحب حالنا. نحن سالنا الناس شو في عندهم دليل انه هن بيحبوا حالهم، خلينا نشوف شو جاوبوا وبنرجع منحلل ومنحكي. يلا. أكيد بحب حالي. كأني ما بحب حالي. ليه؟ إذا حدا ما بحب حاله؟ إيه ما في حدا ما بحب حاله. معقول، بس ما لازم الواحد يحب حاله بغرور يعني. واحد لازم يحب حاله لأنه هو ما في غيره مثله بالدنيا، بس مش بشكل اناني يعني انه كل شيء بدي اياه لالي وما بدي شيء لغيري، لا اكيد. ولا مرة فكرت صراحة بالموضوع، بس بحب حالي بلا ما افكر يعني، ما يعني حتى لو ما عملت شيء لحالي انا بحب حالي، وبالاخص انه بعرف ان الله بيحبني. اكيد بحب حالي بس مش حسب غيري. بحب حالي بس انه في شيء شغلني عن حالي. لو ما بحب حالي كنت من زمان مثل. دليل اني بحب حالي انا مبسوطة كثير. الدليل انه دائما بطمح للاحسن، دائما بطمح احسن من وضعي وكون الافضل. فات وقت لحالي، بروح على الجيم، بهتم بحالي اكثر، انه في كثير قصص يعني ما في شيء معين. بهتم بحالي زياده شوي، ما بعمل شيء بيزعج حالي، بعمل كل شيء بيبسطني اذا ما كان له سلبيات. اشياء ترفيهيه. إذا راح مشوار لحاله كذر على البحر يمكن لحاله بيكون بحب نفسه. يعني يظهر مع رفقاته، يسهر هيك. أصلاً أنا بهتم بحالي كروح كجسد كفكر، حتى ما بخلي شيء يشوشني أو يأثر بعلاقتي بطريقة غلط. دلع حالي، ما في عندي وقت دلع حالي. لأنه ما عندي وقت، وقتي لجوزي بالبيت عاجز. لو ما بتحبي حالك، ما بتحبي غيرك، ما بتحبي تعيشي. أول شيء غيدا، الناس بس تسألين إذا بتحبوا حالهم بيخافوا من السؤال، بيفكروا إنه واحد إذا بيحب حاله يعني ما بيحب غيره أو ما بيعرف يحب غيره. هيدا ناتج لتربيتنا، لأنه إحنا كتير متربى على إنه نفكر بغيرنا ونفكر كتير بحالنا. بقى أول شيء بينقذوا، بتشوفي كيف حركة عيونهم بتنقذ إنه أكيد بحب حالي. ولما بنسألوا عن الدليل ما بيكون في دليل، وحتى إحدى المشاركات قالت لنا إنه ولا مرة فكرت بهالموضوع. لما بنحب حالنا يا جماعة هيدا ما بيعني إنه ما بنحب غيرنا، وهيدا ما بيعني إنه ما بنعطي وقت لغيرنا. وليش دايما بتربطوا إنه نحب حالنا بشيء سلبي وكأنه نحن حنتحول لناس أنانيين ما عم نشوف إلا حالنا؟ تقدير الذات ومحبة الذات في كتير فرق بينه وبين الأنانية، وهيدا يلي لازم نعرفه. تعرف أنا إذا أنا بحب حالي لازم أوضع تابلو كيف أنا بحب غيري، وشوف إذا أنا مثل محبتي لغيري بحب حالي بنفس الطريقة. رح أعطي أمثال كتير واقعية. يعني غيدا، إذا أنا بحبك أنا بعاملك وبحكي معك كلام حلو، صح؟ طب هالسؤال، هل بحكي كلام حلو مع حالي؟ أنا إيه بقول. شفتي؟ هيدا أول دليل. بقول كلام حلو، بقول كلام كمان هيك يعني قاسي. قديش منقول كلام قاسي لحالنا أقسى بكتير من ما نقوله لحدا منحبه. تتشوفوا هيدا أول دليل، وبعرف هلا كتار عم بيتابعوني وعم بيهزوا براسهم، إيه ولا مرة حكيت لحالي كلام حلو. إذا أنا بحب شخص تاني بخصص له وقت. إذا أنا بحب حالي عم خصص وقت لحالي؟
إذا أنا بحب شخص تاني بفكر فيه وبفكر كيف بده يتقدم، كيف بده يتحسن بهالحياة. إذا أنا بحب حالي بفكر كيف أنا بدي أتقدم وأتحسن بالحياة. إيه. شفت كيف غيدة؟ يعني في أفكار صغيرة ممكن ترجع تشوف المعايير الصغيرة يلي نحنا منحب حال. معليش مع احترامي لكل اللي جاوبوني، بس شفت بعيونكم أفكار عكس ما انكم عم بتقولوها، وشفت بعيونكم وشفت بكلامكم تعابير مرات متناقضة بتدل على أنه ما قعدنا بينا وبين حالنا وفكرنا قديش أنا بحب حالي. مش قصة مشوار ولا قصة بس أني روح على الجيم، هي قصة عمل متكامل. أني أنا حط حالي وقول أول شيء بدي بلش فيه بدي أحكي مع حالي بطريقة منيحة، بدي عامل حالي بطريقة منيحة، بدي عامل حالي أتليست على الأقل مثل ما بعامل حدا بحبه، برقف فيه، ما بذنبه، ما بحطمه، ما بقول له كلام قاسي، بدي خصص له وقت، بدي اهديه هدية، صح؟ بدي أعزمه على محل حلو، بدي غنجه، صح؟ سو كل هالشي إذا عم نعمله مع حالنا، هيدا هو الدليل إنه نحنا منحب حالنا. أكيد إجاكي يمكن أجوبة بس حرام. أنا بتعرف أوقات يعني سمعنا بالأول كمان في ست عم تقول إنه هي ما عندها وقت وما عندها وقت لحالها، بعدين رجعت قالت السبب. أوقات بيكون واحد السبب ناتج عن شيء خارج عن إرادته، إنه يعني عندها زوجة بركي عاجز. إيه. عاجز بالبيت. معلش يعني هون بس في صعب. بس إذا بدها ولحتى تضل حد جوزها لازم كمان تلاقي وقت لحالها. ما بيكفي يعني، ولو عنده حاجات، هل عنده حاجات منك 24/24؟ بلشي خصصي ساعة وقت لإليك ورح تعرفي إنه بلا قادرة، لو بدك قادرة. وبتصور هيدا الشيء يمكن متعلمه كمان كثير من إرشادات السلامة بالطيارة، دائما بيقولوا لك لما بدك تخلص حالك بالطيارة إذا لا سمح الله وقت قبل ما تخلص اللي حدك لا تقدر تخلص اللي صحيح حدك. إذا ما هيك هيدي بتصور أكبر دليل حسي إنه واحد لازم يعتني بحاله قبل ما يعتني بغيره، يمكن شوي منربيها مع الوقت مثل ما قلت. مش هيك أنا قلت هي خاضعة للتربية. عندنا نحن حدا تاني حنشوفه، بس خلينا نسمع شو جاوبونا. ابتسام مهضومي عم تقول ايه بحب حالي لانه بحب اتصور كتير. كمان ازدهار عم بتقول يمكن لما منحس بشي وعكة صحية بنترك كل شيء وبنركض على الطبيب. مشان هيك عم تعتبر هيدا الشيء. فتحية عم بتقول لانه بتحب الحياة. فيروز عم بتقول هي ما بتحب حالها ابدا وحاقدة على حالها لانه ما بتعرف تتصرف، كان عندها طيبة قبل وهلا عندها حقد. رح جاوبه بس خلينا ناخذ اتصال. ناخذ الاتصال. الو اهلين مدام ماري. أهلين مدام. أهلا وسهلا. لا مدام غيدة وأستاذ ميلاد. نعم تفضلي. هيدي قصة بحب حالك إنه بحسها أنانية شوي. كيف ليش بتحسيها أنانية؟ إنه بدي أحب حالي أكثر من أولادي مين أو أكثر من مين زوجي قال؟ أو أكثر من مين قال؟ أصحابي أو أهلي. إيه مدام ماري 50% هيك مدام ماري. نعم بدك تحبي حالك أكتر من أولادك وأكتر من جوزك. بدي أحب حالي أكتر من أولادي وأكتر من جوزك كمان. ليه؟ لتضلك حد أولادك وتضلك حد جوزك. لازم حب حالي أكتر بنون بدي بالمية. هي منا نسبة مدام ماري، بدك تعاملي حالك منيح، بدك أنت وعم بتحبيهم تفكري قديش كمان أنت بتحبي حالك لتضلك حدهم. يا مدام ماري ما الأم الصالحة مش يلي بتحب ولادها أكتر من حالها، ما تفكري أبدا. هيدا قريناه بكتب الشعر وبكتب بالكتب القديمة يلي كتير حملت نساء كتير ذنب إنه هي عم فكر بحالي. في نساء اليوم يا مدام ماري ما بيطلعوا من البيت لأنه بيعتبروا إذا أخذوا لحالهم ساعة وقت هني عم بيخونوا هالأمانة أو عم بيقصروا. أنا هيك قلت لما بدنا نحب حالنا بلا مدام ماري بدك تفكري بحالك وبدك تعتني بحالك لأنه بكرة بس حيفل أولادك من البيت إذا ما كنت اعتنيت بحالك، حتشعري أو بالذنب أو كمان حتشعري بالندم إنك مرات يمكن ربيتي وما كانوا حدك الأولاد. بلا بدك تحبي حالك لتعرفي تحبي أولادك. ألو هي بكترت معنا مدام ماري، بس بتصور يعني وضحت هيدي الفكرة. أكيد لأنه مثل ما قلت واحد أوقات بيحس حاله مذنب إنه أكتر مني. لا وأنا بفهم مدام ماري والريزيستنس اللي بتعملها علي. ايه؟ على الهواء لأنه هيدا نابع من التربية. ايه؟ تربيتنا كلنا هيك مربينا البنت بس تخلق ويصيروا يربوها بدها تكون أم وكأنه بدها تفني حالها قدام ولادها، بتصير لدرجة بتحط لهم الغداء يوم الأحد تيتغدوا وما بتقعد على الغداء، بتصير مثل الخادمة عم تخدم ولادها وما بتقعد حتى وما بتتهنى معهم يعني بالغداء. خليني كمان معنا على الهواء. صباح الخير أمل. صباح الخير. بس بدي أطلب من أمل قبل ما تتابع، بس يا ريت تسمعينا من أباري التليفون أمل مش من التلفزيون.
لانه على طول تفضلي. موضوعكم حلو كثير، موضوعكم حلو كثير، اهلا وسهلا. ويلي عم بتقوله انا يلي مفهوم حب النفس هن بيفتكروا اذا واحد حب حاله يعني أناني. يعني صارت انانيه، لا الانانيه شيء، وحده بتحب حالها وتهتم لكل اللي عم بتقوله عن علم وعن فهم وعن ادراك رهيب، لانه انا ماشي على هذا الموضوع. نعم. بالفعل قبل ما كنت هيك، لما صرت امشي بهذا الموضوع صار عندي ثقه اكثر بالنفس، صار عندي التسامح، صار عندي حسن التصرف مع الآخر، سامحوا على كل أغلاطه مع أولادي، كل شيء، يعني كأنه صار مدرسة، هيدا مدرسة بحد ذاتها. يلي بيحب حاله مش معناتها أنانية، الأنانية كل شيء لقاله، لا مش هيدي هي. لازم يعطي الراحة، لازم تعطي الوقت، لازم تعطي تسقف حالها، في كتير تعمل أعمال في كتير إشياء. أنا بقول لهم حبوا حالكم مش أنانية، لا حبوا حالكم، اهتمي بحالك، لانه عم شوف كثير ستات هاملين حالهم وضاربين حالهم، وبالفعل رجالهم عم بيعملون كخدم بالبيت. صح. يلي قلته كثير رهيب ومظبوط يا حبيبي ميلاد. شكرا. لانه مظبوط لما تكون صانعه عم تخدم كثير وتثني حالها. صح. عم بتكون صانعه، وفي اقرب ناس لإلي هي اختي عم بيعملوها كانها صانعة، لأنه هي ما عم تعرف تحب حالها، ما عم تعرف تطلع من هالشي. نعم. لأنه صار عمرها بالخمسينات ما بقى تعرف. نعم. لازم من هيدا الشي يكون قبل كتير. نعم. وقدي حلو ندرسه لأولادنا هيدا علم. هيدا هيدا انت رهيب بالمواضيع اللي بتعطيها بجنن. شكرا 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 مدام عمل، شكرا. عن جد أنا بشكر المستقبل عم يعملوا الصبحية مفيدة. شكرا. بشكر كل عنصر فيها. تسلمي تسلمي. شكرا لك أمل. بعد عنا عنا فوكس بوب لازم نشوفه. ايه؟ نشوف كيف مفهومنا لمحبة الذات. خلنا نشوف. حياة تطلع ونزول، يعني عمرها بتمرق بمراحل انه بتكرهي حالك انه كيف انت السيتويشن اللي عايشه فيها، وهيك عمرها بتحبي حالك انه انك كثير مبسوطه رح تكون حققتي انجاز او عملتي شيء هيك بتحبيه. فشلت بشي شغلة أو شي شغلة طولت تتحقق أو كنت حتى أمل على شي بس ما زبط معي، فأنا بحس حالي أنه هون بهالمرحلة أنه أنا ما طلعت قد حالي أنه قدرت أحققها أو قدرت أسويها بهالمرحلة. لا بهالمرحلة أنه ما بكون حابة حالي لأنه أنا ما وصلت حالي بالهدف اللي أنا بدي إياه بالوقت اللي أنا بدي إياه، بدي أرجع أعيد، بس أرجع أعيد يعني عم ضيع وقت، بس أضيع وقت يعني أنه في شي عم تروح من طريقي بغير محل، عشان هيك. بما انه وقتنا صار ضيق، بس بدي اقول للمشاهده اللي شاركت معنا انه تذنيب الذات ولا بعمره بيجيب حل، اني ذنب حالي ما بعمره بيجيب حل، حتى لو عملنا تجربه ما كانت ناجحه فينا ناخذها از ا ليرنينج اكسبيرينس او كانها خبره تعلمنا منها لحتى نعمل افضل بالمره الجاي. هدى بدي اعتذر منها ما رح نقدر ناخذها، رح نتابع بهالموضوع لانه هذا الموضوع كثير ضروري نحكي فيه، خاصه انه بيحمل المع والضد، وهيدا شغلة كتير حلوة. لازم نحب حالنا ونعرف كيف نحب حالنا، هيدا ما بيعني نكون أنانيين، بس بدنا نحب حالنا ونحب جسمنا لدرجة وعقلنا وأفكرنا لدرجة نكون عن جد قادرين بقى نحب يلي حوالينا. صحيح، هيدا شيء كتير أساسي. ومثل ما قلت ميلاد، يعني عندك كتير أسئلة هون كمان، إن شاء الله بتحملهم معك للمرة الجاي وبتقدر. نعم. تعطيهم شرح وافي أكتر. نعم، بس بدي أقول شيء، إنه الأسبوع الجاي نهار السبت ب 14 أدار عنا توك Think Active and Keep Positive، يوم كامل للتفكير الإيجابي. يلي بحب يشارك معنا بدي حاطيه الرقم يلي هو 01 486 3800 486 3800 ليشاركوا معنا بنهار طويل حول التفكير الإيجابي. أوكي، شكرا كثير ميلاد، بنشوفك الاسبوع الجاي. نحن رح نتابع بعض لحظات ورشه ملح مع هانيا واي نو مع عامر، خليكن معنا.